التأهل الصحيح وممكن الدورات أو ورشات العمل أو بعض التجارب ما موفر لهم أي شيء. شلون؟ يعني على الأقل أنه أنت بالموسم أنه تسوي ورشة عمل مرة أو مرتين تستفاد من المدربين الشباب، من المدربين اللي حالياً بدون عمل، أنت ممكن مستقبلاً تحتاجه بالمنتخبات، ممكن تحتاجه بالأندية. أنت إذا تطور ناديك وتطور الأندية أنت حيطور عندك المنتخبات وأنت ماسك الاتحاد وماسك المنظومة وتريد أنه تنجح مع المنتخبات. أنت دخلت فترة معايشة مع الشارقة؟ نعم. شلون كانت كابتن الأجواء؟ يعني بصراحة يعني شلون أريد أوصف لك إياها بكلمة تليق يعني أو كلمة كافية لهذا الشيء. الفرق شاسع بيننا وبين بقية الدول، والدليل إنه الستاف ما يعني ستاف الشارجة مع كوزمان 16 شخص، 16 مدرب يعمل مع الفريق الأول، كادر فني. كادر فني ماكو شيء يحتاجوه ما متوفر لهم، من ملاعب، من أدوات تدريب، من تجهيزات، من أمور مادية. إحنا ما نريد نقارن نفسنا كمثال، بس قصدي إنه إحنا نتكلم بالمنظومة اللي إحنا نعمل بيها. مدرب عالمي يعني درب أحسن أندية يعني بآسيا، يعني درب الدوري الصيني بالهلال السعودي، درب سد القطري، درب العين الإماراتي، كل الفرق درب ستيو بخارست الروماني لعبوا ياهم دوري أبطال أوروبا. فالحمد لله كانت تجربة ناجحة جدا، استفادت بيها بشكل كبير، يعني دخلت وياهم للملعب بالتمرين وبالمباراة، فالحمد لله يعني أضافت لي شيء كثير. أتمنى إن شاء الله أنه بالفترة المقبلة أنه يعني تفيدني بعمل إن شاء الله. يعني شلون بالفترة المقبلة وتجيك عروض تروح يوم